سوف نتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى، هل نحن ملزمون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فقط يكفينا القرآن الكريم؟ لأن هذا الآن يدار، يعني يتكلم عنه الناس كثيرا. نحن لو رجعنا إلى القرآن الكريم الذي يؤمن به الجميع، فإننا نجد الآيات الكثيرة التي تحثنا حثا شديدا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى، وما آتاكم الرسول إيش؟ فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تصيب الفتنة والعذاب الأليم إلا من حاد عن أمره صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآيات كلها من كان يؤمن بالقرآن فقط يجب عليه أن يؤمن بإيش؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذه الآيات تحثنا على الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يكذب بسنة النبي هو يكذب إيش؟ بالقرآن العظيم. لأن لا يمكن، لأن هذا الذي تؤمن بالقرآن الكريم وتريد أن تكتفي به هو الذي أمرك. لو تركنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورجعنا إلى القرآن، فإن القرآن هو الذي يأمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر، لو أردنا أن نصلي كيف نصلي؟ لو أبعدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا أن نصلي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف تصلي الفجر ركعتين؟ هل موجود في القرآن ركعتين الفجر؟ والظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، أو موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه التفاصيل، الزكاة والحج وباقي شرائع الإسلام، هي موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واجب وما هو مندوب، بخلاف المتصور عند بعض الناس قد ترى هذا سنة. طيب، ما جاء في السنة قد يكون واجب عليك. هل يجوز أن نصلي صلاة الفجر أربع ركعات؟ أو لازم نصلي ركعتين؟ لازم نصلي ركعتين. هل موجود في القرآن لازم نصلي ركعتين؟ أو هذا الواجب جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جاء في سنة النبي. إذن في السنة، سنة ما هو واجب، سنة لكن محرم، سنة قد يكون مكروه وقد يكون مندوب. إذن موجود في السنة لكن حكم واجب، جاء من طريق السنة لكنه يدل على الوجوب، جاء في السنة لكن يدل على الحرمة. إذن هاتان نقطتان مهمتان قبل أن نبدأ في الأحاديث.